عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة خاصة بمعرض الكتاب للحديث عن التراث الثقافي وتاريخ الهوية المصرية. وناقشت الندوة أساليب الحفاظ على التاريخ المصري وهويته عن طريق الكتابة ونشر الوعي. وشارك في الندوة الدكتور بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق وعدد من نواب مجلس الشيوخ. الندوة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية بالنسبة للقيادة السياسية. القيادة السياسية مهتمة جدا ببناء الإنسان والهوية الوطنية المصرية وتجديد فكر الخطاب الديني. أبرز الأمور التي عرجنا عليها أثناء النقاش وهو تكنولوجيا المعلومات وثورة المعلومات والعولمة وهل هي مؤثرة بشكل إيجابي أو بسلبي على الهوية الوطنية المصرية، وهل هي سببا في طمس الهوية الوطنية المصرية. آراء متعددة متنوعة، إثراء من المنصة، يعني الوزير حلمي النمنم، المتخصصين في ملف الهوية في مصر تحدثوا مع المنصة، العديد من الأسئلة اللي يعني وجدت إجابات من المنصة الكريمة. بصراحة شديدة جدا، المعرض هذا العام بيتميز بندواته الثقافية، البرنامج الثقافي للمعرض بمشاركة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين